أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. اتهم مسؤول في البنك المركزي اليمني شركات الصرافة بالتلاعب بسعر الصرف بعد أن تجاوزت قيمة الدولار حاجز 1600. ونقل صحيفة الشرق الأوسط عن المسؤول قوله أن ارتفاع سعر الدولار إلى ما يزيد على 1600 ريال يبين انعدام الأسباب الواقعية لزيادة السعر عن القيمة التي كانت سائدة منذ أشهر. وذكر أن هناك 4 شركات كبرى لديها كتلة نقدية كبيرة جدا من العملة المحلية تم تخزينها خلال السنوات السابقة وأصبحت تتحكم في سعر العملة. بالمقابل اتهمت نقابة الصرافين الحكومة والبنك بتجاهل معاناة المواطنين وتناسي واجبهم المتمثل في رسم السياسات النقدية الصحيحة والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلد. عن حقيقة أسباب التدهور الحاصل لسعر العملة الوطنية ومن يتحمل المسؤولية وكذلك الحلول سيدور نقاشنا مع ضيوفي في الزوايا. نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. في موجة انهيار جديدة لم تفاجئ البعض، عاود الريال اليمني تراجعه أمام الدولار، وذلك لأسباب يتحملها البنك المركزي وفق اتهامات القطاع المصرفي للحكومة، بينما تتهم الأخيرة شركات الصرافة بالوقوف وراء أزمة الانهيار الراهن. الحكومة عادة تبرر ما يحدث بحرمان الخزينة العامة من أهم مصادر توفير العملة الصعبة جراء عجزها عن تصدير النفط منذ ما يزيد عن عام، بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير. التراجع الحاصل يعد أكثر انهيار تشهده العملة منذ 9 سنوات، إذ تجاوز سعر الدولار الواحد مبلغ 1600 ريال، ما يمثل أكبر تحد تواجهه قيادة البنك المركزي منذ تعيينها في ديسمبر 2021. في الأثناء وكالعادة تسارع الأطراف المعنية بالأزمة إلى تبادل الاتهامات والتنصل من تحمل المسؤولية، وقد سارعت الحكومة ممثلة بالبنك المركزي إلى اتهام شركات الصرافة بالتسبب في تراجع سعر العملة والتحكم بسعر الريال وفق ما يخدمها. جاء ذلك في تصريحات لمسؤول في البنك المركزي لصحيفة الشرق الأوسط، إذ أوضح فيه أن 4 شركات صرافة كبرى لديها كتلة نقدية كبيرة جدا من العملة المحلية تم تخزينها خلال السنوات السابقة وأصبحت تتحكم في سعر العملة. بالمقابل اتهمت نقابة الصرافين الحكومة والبنك بتجاهل معاناة المواطنين وتناسي واجباتها المتمثلة في رسم السياسة النقدية الصحيحة والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلد، وقالت إنهم منشغلين بصرف تراخيص الشبكات والبنوك وتحصيل الرسوم بمليارات الريالات، متناسين دورهم في رسم السياسة النقدية الصحيحة والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلد والتشاور مع الخبرات المالية لإيجاد الحلول لكبح جماح تدهور سعر الريال. على الهامش يخوض الشعب حرب المعيشة كما لو كان مسؤولاً عن نفسه في بلد تتنافس فيه السلطات المنقسمة سياسياً وجغرافياً على جباياته بدلاً من حمايته. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة أوسع حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور محمد صالح الكسادي، رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت، وأيضا معنا محمد الفقيه متخصص في الشأن الاقتصادي. مرحبا بكم ضيوفي الأكارم. نبدأ مع الدكتور محمد، مساء الخير. دكتور محمد الكسادي، هل أنت معنا؟ هل تسمعني؟ إذا دعوني أنتقل للضيف محمد الفقيه، متخصص في الشأن الاقتصادي. مرحبا بك معنا أستاذ محمد. أستاذ محمد الفقيه، هل تسمعني؟ إذن مشاهدينا الكرام، إلى أن تجهز الاتصالات اليوم نحن نناقش حلقة بعنوان تتعلق عن اتهامات متبادلة بين البنك المركزي وشركات الصرافة عن تدهور سعر صرف الريال، والاتهامات هذه أتت من مسؤول في البنك المركزي اليمني، وتتهم فيها شركات الصرافة بالتلاعب بسعر الصرف.
بعد أن كما هو معروف يعني تجاوزت سعر أو تجاوزت قيمة الدولار حاجز 1600 ريال. إذا عاد إلينا الدكتور محمد صالح الكسادي، مرحبا بك معنا دكتور محمد. مرحبا فيكم المكلا، حييكم حي مشاهدي قناة بلقيس الفضائية. حياك الله دكتور. دكتور بداية لو نبدأ بالتفسير الواقعي لحالة الانهيار المتكررة للعملة الوطنية، ما هو؟ التفسير الواقعي للحالة اللي نعيشها، هناك تبصير من البنك المركزي يعني واضح، يعني تبصير في ضبط الكتلة النقدية، لأن الكتلة النقدية حسب ما صرح أحد الكبار المسؤولين أنها بيد 4 محلات صرف. فمن اللي دعا هذا الأمر؟ التعليمات والإجراءات اللي اتخذها البنك المركزي كانت باسرة. ثاني شيء أن البنك المركزي من دعاءات سواء المحلات الصرافة بالوجود لإيداعات سواء كان بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية. ثالث شيء أن البنك المركزي ركز على فتح محلات هذه أو بنوك التمويل الأصغر الميكرو فاينانس. فهذه الأمور كلها تبصير من البنك. ثالث رابع شيء وركز عليها هي شبكة الوكلاء. شبكة الوكلاء البنك المركزي ما قدر يضبطها، يعني وحدة المعلومات اللي المفروض تكون موجودة في التبادل في المعاملات الخارجية والداخلية أو بالمناطق المحررة ومناطق ميليشيات الحوثي، هذا فيها تقصير. فكل التبعات يتحملها البنك المركزي وإدارتها لمدة 2 سنين للسلطة السلطة النقدية بشكل يعني غير حثيث وغير حكيم. نعم دكتور محمد، فيما يتعلق ب أنت أشرت إلى أن التقصير يتحمله البنك المركزي بشكل أساسي وربما لضعف السياسات النقدية والإدارة النقدية، لكن هناك يعني مسؤول في البنك المركزي يقوم باتهام شركات الصرافة بالتلاعب بسعر الصرف، ما رأيك بهذا الاتهام؟ اعتبر هذا تنصل وتهرب، يعني هو يلقي المسؤوليه على غيره. المسؤوليه في اي دوله يتحملها البنك المركزي، ما تتحملها محلات صرافه، لان محلات الصرافه هي الادنى من البنك المركزي، لكن هو اللي حادث عندنا اصبحت محلات الصرافه فوق هي التي تسير البنك المركزي وليس البنك المركزي يسير محلات الصرافه. ولذلك هو يتنصل وكان يرمي الكره في ملعب محلات الصرافه. لا، انت مسؤول يا بنك مركزي عن اداره السياسه النقديه، عن استخدام الادوات الكميه الكوانتيتيف والكواليتيتيف والاشرافيه والادوات الكميه والنوعيه الاشرافيه والرذابه، انت عليك يعني هو مسموع محلات صرف، لكن لا تلقي عليهم المسؤوليه كلها. انت من وضعتهم الحبل على الغارب، انت من خليتهم يتمادوا او انهم يحتفظوا بالكتله النقديه، وبالتالي هو الان يطلب بالكتله النقديه يقول في 4 محلات صرافه. طيب من اللي حولها؟ ما هي اجراءات خلال 2 سنين يا بنك انك هذه تسحب الكتله من محلات الصرافه؟ لا توجد اي اجراءات. لاحظ معي حتى الحوثي، يعني في منافسه اداره الحوثي البنك المركزي هناك في الجامعه، امس اشوف تعميم على المنظمات والامم المتحده ومنظمات المجتمع المدني، حدد حتى الدولار وين يوضع في 16 بنك، حددها البنك المركزي. ما هي الاجراءات اللي نفذتها هذا البنك المركزي؟ لا ينفذ شيء اصلا البنك المركزي، بقدر انهم يستلموا حوافز ورواتب بالدولار والشعب هنا يموت جيعان عندنا هنا، هذه المشكله. يعني البنك المركزي ادارته مع رئيس السبيل 2 سنين من يوم اللي تم تغييرها من الاستاذ احمد المعبسي لغايه الان، الانهيار اللي في العمله 38%. يعني نحن الان نعاني كثير يعني الموظفين، يعني توقع كان في هذا البنك الاشاره اللي ارسلها رواتب الناس تتاخر، يعني اليوم الناس تستلم رواتب شهر 12 ونحن على اعتاب شهر 2، يعني في ناس ما استلمت رواتب شهر 11 شهر 12 شهر 1 اليوم كملوا ونحن في شهر 2. هذه كلها دليل على فشل البنك المركزي في ضبط الكتله النقديه وانه غير قادر على السيطره عليها. اذا غياب الاداره السليمه كما اشرت. تفضل بالبقاء معي دكتور محمد الكسادي. عاد الينا الأستاذ محمد الفقيه متخصص في الشأن الاقتصادي، مرحبا بك معنا أستاذ محمد. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ محمد الفقيه، نحاول
يعني معاودة الاتصال به. نعود للدكتور محمد. دكتور محمد، فيما يتعلق بالتحديات الآن الحقيقية التي تعيق أي محاولات للسيطرة على سعر الصرف، صرف العملة، خاصة من قبل الحكومة والبنك المركزي، ما هي التحديات؟ التحديات كثيرة، الإيرادات الآن لو لاحظنا الإيرادات سواء كانت الجمركية أو غيرها، بالإضافة اللي توقف كل مرة ونحن نكرر توقف صادرات النفط والغاز، هذه هي اللي ممكن تمشي للبنك. أما الآن في ظل الطرف الراهن أعتقد حتى الإيرادات فيها تهرب ضريبي، ولذلك ما يقدر البنك. الحل الوحيد اللي نقترحه على البنك المركزي هو تفعيل إجراءات التعليمات، استخدام العصا الغليظة بما تستخدم في مناطق سيطرة الحوثي على أن يفرض الإجراءات والتدابير التي يصدرها بقوة القانون. يعني نحن الآن اللي عندنا هذه المعسكرات وعندنا الجيش وعندنا الأمن وعندنا هذا، ما يقدروا أمر ضبطه وهذا وتفعيل المحاكم التجارية ومحاسبة أي محل صرافة يقوم بأي تلاعب في محل في سعر العملة الوطنية. نعم. كذلك الشبكة الموحدة، الشبكة الموحدة أعتقد لو في شبكة موحدة مراقبة في الليل، لأن نلاحظ أن سعر الصرف الآن في الليل يرتفع. يعني يبدأ من نعم. تفضل بالبقاء معي دكتور محمد. يعني. نعم. تفضل بالبقاء معي دكتور محمد. عاد إلينا الأستاذ محمد الفقيه، مرحبا بك معنا. أستاذ محمد الفقيه. هل تسمعني أستاذ محمد الفقيه المتخصص في الشأن الاقتصادي؟ نعم. أستاذ محمد، بداية يعني ما رأيك في من يحمل البنك المركزي المسؤولية والحكومة بدرجة أساسية و يقول أن شركات الصرافة ربما لا تتحمل المسؤولية تجاه ما يحدث، في أي إطار أنت؟ وهم تحمل مشكلات عامية بموضوع تدهور العملة الوطنية للحكومة بشكل رئيسي ولرئيس البنك المركزي، وكذلك رئيس رقابة البنك المركزي. هذه القيادات الصبغاتين أو مثل ما كنا نسميهم يعني أشراف الشركات الصغيرة الكبيرة، هذه محلات الصغيرة الصغيرة هي مسؤولة الأزمة المالية وتبخم السوق المالي في اليمن. نعم. فيما يتعلق بشركات الصرافة الآن الموجودة، ما المخاطر التي تشكله أو الدور الذي تلعبه في ارتفاع سعر الصرف؟ شركات الصرافة تمس العملات الصعبة وتحويلها إلى الخارج بفضل غياب دور البنك المركزي. البنك المركزي عدم يعني تفعيله بشكل صحيح حتى إذا شح جميع العملات الأجنبية وخاصة الدولار. هذا بسبب يعني اكثر ما الازمه الماليه وارتفاع سعر العمله الوطنيه. نعم. نعود للدكتور محمد. فيما يتعلق دكتور محمد الان ربما هناك يحتاج المواطن للتخفيف عليه ويحتاج الى حلول عاجله لكبح جماح الانهيار الحاصل، هل ثم طريقه ما للسيطره على ذلك الان؟ بكل تاكيد لكل مشكله حل، يعني اي بروبلم هاد سوليوشن، يعني اي مشكله لها حل، يعني لا يمكن ان هذا مشكله موجوده والحل هو لازم تدخل مباشر من البنك المركزي تسيطر على سوق الصرافه زي ما اشار الدكتور قبلي الفقيه، تسيطر على سوق الصرافه لان سوق الصرافه محلات صرافه ممتلكه، وبالتالي هذا دور البنك المركزي. ثاني شيء انا بقترح ان البنك المركزي يدخل بصوره مباشره في ضخ عمله الاجنبيه بحيث انها تكفي طلبات السوق، وبالتالي هذا ممكن نمتص او نهدي شويه الانخفاض او الانهيار اللي حادث في العمله الوطنيه، لان هذا شوف يا اخي العزيز راح ينعكس على الوضع المعيشي. يعني الان المواطن كده ياكل في اليوم لقمه واحده، يعني وجبه واحده ياكلها،
لا لا لا, هو لا يعني أستاذ محمد فيما يتعلق ب يعني التدخلات الحاسمة من قبل الحكومة والبنك المركزي، هل تتوقع أن يعني ستتدخل السلطة القضائية والأمنية لإيقاف هذا الانهيار والحد من عملية المضاربة والمتنفذين؟ دكتور محمد. بالطبع هذا دور الحكومة ودور البنك المركزي، لازم يتدخلوا الآن، الوضع لا يحتمل أكثر من تدخلهم. نحن عدم جلسة لأن يجي المشاكل كلها على التحالف وعلى الرباعية وعلى عاد. الآن هم يديروا البلد وهم داخل البلد وهم يتحملوا المسؤولية وحوج، يعني نحن ناشدنا وناشدنا التحالف وناشدنا كل الأمم المتحدة الآن ناشدها أن التدخل عاجل في الاقتصاد هذا، أو نحن ماشيين إلى الهاوية الآن. نعم أستاذ محمد الفقي، فيما يتعلق ب الحديث عن المزادات الآن التي تحث لاستجلاب النقد الأجنبي والوديعة السعودية، هل هناك يعني حديث حول ذلك وأنه ربما الحل الأنجع لما يحصل من انهيار في النقد؟ يعني فيما يتعلق بأن يقول أن الأزمة أزمة ارتفاع الصرف لن تحل إلا بالوديعة السعودية والمزادات، ما رأيك؟ موضوع الوديعة السعودية هي عبارة عن مسكنات فقط، أنا الموضوع الرئيسي هو إعادة فتح المعامل وإعادة تصدير الناس الغاز، موضوع مكافحة الفساد الموجود في البنك المركزي في شركة النفط والغاز في داخل إدارة الحكومة اليمنية، تقليص عدد الوكلاء في الوزارات، كل وزارة داخل هذا 40 وكيل وجميعهم يستلمون رواتبهم بالعملة الصعبة، بدأوا بإعادة يعني تسليم رواتبهم بالعملة المحلية الوطنية. نعم استاذ، في غاية يعني يقاف او الغاء تراخيص محلات الصرافه او ما نسميها نحن يعني اشراف الشركات الكبيره الهواني شركات الصرافه، يجب الغائهم جميعا من السوق. نعم دكتور محمد، فيما يتعلق بالان الاضطرابات ربما في عمليه الشحن والتامين، هل برأيك أثرت على الاستيراد وبالتالي التجار أيضا أثرت عليهم فبالتالي زاد الطلب على النقد الأجنبي وأثر الآن على سعر الصرف، أم الموضوع ليس له علاقة؟ دكتور محمد. نعم بكل تأكيد هذا أثر، لكن أثر مش زي الأثر اللي بنقول على أنه كثير، هو أثر في العملة الوطنية ورمضان، تتعرف شهر رمضان وطلبات كثير في طلب على النقد الأجنبي، لكن الأثر مش ذا كثير، نحن صرنا لنا الطلب يعني هذا موجود، لكن المشكلة قلت لك المشكلة البنك المركزي أنه ما يرصد السوق بالنقد الأجنبي، هذه مشكلة عويصة يعني نحن نعاني منها بالإضافة إلى صحتها في السوق، فيضطر التاجر يشيل من محلات الصرف، فترتفع الطلب على العملة الأجنبية تنافس العملة الوطنية. المشكلة هنا موجودة، فلازم هذا الجاب أو الفجوة لازم تغطى، يعني أما نحن كل شيء نرميه على الهجمات أو هذا، لو حتى الهجمات هذه اللي كانت فيها الحوثي بترفع أجور الشحن والسلاسل من ذلك، لكن هذا كله بيطلع حتى في نسب بيطلع لهذا، لأن كل المنتجات كي كلها اغلبها من الصين ومن شرق اسيا وهذا، وبالتالي هذه كلها بترتفع الاثر، نحن مشكله عمله مش مشكله الاثر، الاثر بينعكس على كل عالم يعني. نعم فيما يتعلق بالسوق المصرفي الغير الرسمي دكتور محمد الذي يستحوذ على أكبر كتلة نقدية في البلد، هل باستطاعت الحكومة الآن والبنك المركزي أن يفرضوا إجراءات على الأقل حيال ذلك؟ بكل تأكيد، أول إجراء يجمع على محلات الصرافة فتح حسابات بالدولار وبالعملة الأجنبية وبالعملة الوطنية، لأن هذه بداية مواطنين يتلعبوا بها محلات الصرافة،
هذا أول إجراء. ما دام مستمرين محلات صرافة تقبل الودائع أو كأنها بنك فهذا أول خطأ، هذا يجب معالجته. والبنك اللي يركض اليوم تغيرت إدارته سنتين يعني من 2021 لم تبت في هذا الموضوع، وكأن هذا صندوق الأسر أو كأن أحد يستفيد منه. وبالتالي هذا الإجراء اللي ممكن الكتلة النقدية نسحبها من محلات الصرافة ونحولها إلى البنوك وبالتالي تحت إشراف البنك المركزي. نعم. هذا أول إجراء. ثاني إجراء أن على البنك المركزي محلات الصرافة تقليصها عدد هائل يعني من فوق النشاط الاقتصادي في أي دولة. الآن أنا متعجب أخلاقنا ازدواجية، محلات الصرافة يعني عدد تقريبا بحدود 700 ترخيص او 200 او ما اعرف في هذه الحدود. ايضا عندنا اللي يسمح لها الميكرو فاينانس هذا 13 يعني فوق المشاكل الاقتصاديه، يعني ما يحتمل الاقتصاد الوطني في دور الركود الاقتصادي ونحن نتوسع في النشاط المالي هذا اللي هو نشاط مضاربه، يعني هذا مشكله يعني يعاني منها الاقتصاد. نعم. إذن شكرا جزيلا لك الدكتور محمد صالح الكسادي رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت. نعود بسؤال أخير للأستاذ محمد الفقيه مختص في الشأن الاقتصادي. أستاذ محمد، برأيك ما هي الحلول العاجلة الآن لاحتواء هذه الأزمة المالية المتصاعدة التي تؤثر على قوة المواطنين؟ الحلول العاجلة طبعا هي الوديعة ما نسميها المسكنات، هي يعني افضل حل من جذاب السعر او جذاب العمله الوطنيه. مثلا تذكر في 2018 يعني انا تلفوني كلها دروبات سعر الدولار 800، سعر الدولار 1000، سعر الدولار 1200. لما كملنا فتره الحملات كل ما ارتفع الدولار خرجنا بحلال وخرجنا بمباغرات وتجي وديعه او يتم حل اشكاليات ينخفض العمله بدون تقليص عدد الوكلاء الذين يشترون راتبهم بالدولار واعاده راتبهم بالريال اليمني. ثلاثه الغاء العديد من الشركات الشرابه وحدات الصرافه التي يعني تقوم سحب العملات الصعبه بهوانها في شركات الصرافه الكبرى وهي يمتلكها يعني العديد منهم متواجدين في الدوله او ناجحين في الدوله. اربعه الغاء العديد من الشركات الادويه وشركات الماده الغذائيه. شركات الادويه هي اصبحت تبني معهم يعني 50 الف دولار 40 الف دولار بحسب شركه ادويه وقام بقصف ادويه يعني ذات جوده سريعه في مساعدة السوق. هذا كذلك شركه الصعب من دخل اكبر خارج في الاسواق. شكرا جزيلا لك المختص في الشأن الاقتصادي محمد الفقيه، وأيضا الشكر للدكتور محمد صالح الكسادي. وبهذا وصلنا وإياكم إلى ختام الحلقة، لكم التحية مني ومن معدها وديع عطا، وفي أمان الله.